متابعينا الاعزاء واهلا وسهلا بكم في تغطيه جديده باور كينج كونج الاخ الاصغر للباور حنشرح لكم اياه شرح كامل مفصل وحنروح معاكم على البر ونعطيكم التجارب الجامده والقويه المعروفه عن قناه القوه للدفع الرباعي في المقدمه دائما لازم تتكلم عن الواجهه والمقدمه حقت السياره فنشوف انه عندنا اول شيء اضاءات هالوجينيه ما تكلفوا جدا في السياره مع اضاءات نهاريه زي ما هي ظاهره معاكم وفي ايضا كشافات هالوجينيه تحت وعندنا الشبكه الكبير هذا اللي يضمن لك اعلى قدر من التبريد سواء كان كولر التيربو او للمحرك علامه الباور موجوده بشكل كبير جدا وفيها حاجه اجمل انه الكاميرا موجوده في منتصف علامه الباور ما هي ظاهره وتعطيك دقه عاليه جدا ونتكلم على سياره فيها اربع كاميرات بهذه المواصفات والسعر الخرافي حخلي لكم يا اخر المقطع ونلاحظ انه عندنا ايضا شبك موجود تحت مع دفيوزر، وعندنا على الجانب الايسر نلاحظ انه تطعيمات الكروم جميله جدا وكبيره في السياره، تعطي السياره شكل جميل ورونق اجمل. لو جينا على الجانب الايسر نلاحظ انه في عده انحناءات جميله للسياره تساعد على انسيابيه السياره. اما بالنسبه للكفر والجنط، فنلاحظ انه عندنا الجنط من الالمنيوم مقاسه 235 65 وكبر الجنط 17 انش، اما بالصعود الى الاعلى فالمرايات اللي موجوده في السياره فيها خاصيه الانحناء مع ايضا وجود كاميرا من اصل الاربع كاميرات والاشاره، ولو جينا نتكلم عن المقابض الخاصه بالابواب فهي مقابض عاديه والدخول بها بالمفتاح، السياره ما فيها دخول ذكي. وبالنسبه للسياره اللي معانا فهي فل كامل ديزل. تانك الديزل او عفوا لتر الديزل فيها يمشيك 12.2 كيلومتر ومصنفه حسب هيئه المواصفات والمقاييس بتصنيف ممتاز ولو جينا على الجانب الايسر وكملنا لاحظ كبر الحوض وضخامته فتحه تانك الديزل موجوده في الجانب الايسر وسعه خزانه الديزل 78 لتر والشيء الاجمل الخاص بالبيكابات انه لاحظ السياره جايه بطابع عملي فعندنا ستة شناكر على أطراف الحوض وأربعة شناكر الداخلية فتتكلم على مجموع عشرة شناكر أما بالنسبة لأبعاد السيارة فنتكلم على طول 5.3 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.8 متر أيضا تقريبا وطول قاعدة العجلات تتكلم على 3.1 متر فنتكلم على الخلفية ونشوف الإضاءات اللي موجودة فيها الخلفية حقت السيارة فيها اضاءات LED مع وجود حساسات وكاميرا الخلفيه وعندنا ايضا هذه البلاستيك او هذا المكان اللي تدعس فيه حاطينه باللون الاسود وبالبلاستيك حتى لا يأثر على جمال وشكل الصدام والبويه الخاصه فيه عندنا طبعا جريت وول موتور اسم الشركه اللي هي الشركه الام وعندنا الباور الفرع الصغير منه اللي هو الكينج كونج وهذه الفتحة حقت الباب، كنت أتمنى طبعاً إنه يكون في مساعدات حتى تساعد على نزول السيارة، لكن السيارة جابوا لك إياها بمواصفات معتدلة و بسعر جميل جدا، أيضاً حأقول لكم إياه في نهاية المقطع. لو جينا نطلع على الحوض، الحوض هذا لاحظ إنه طوله تقريباً متر ونص، وعرضه متر ونص، وارتفاعه من هنا إلى هنا 48 سم، وهذا الشيء يضمن لك أنك أنت تكون حمولتك جميلة جدا بالإضافة إلى السعة والعمق الكبير الخاص فيها طيب إيش باقي لنا؟ باقي لنا طال عمركم الإضاءة اللي موجودة في الحوض أضافوا ميزة جميلة جدا اللي هي الإضاءات اللي موجودة هنا مع لمبة الفرامل تكون واقف عندك عفش في الليل أو حمولة أو شيء بضغطة زر من الطبلون حنوريكم إياها الله في الداخلية تشتغل هذه الإضاءات تنور لك هذا المكان كامل وهذه ميزه صحيح انها بسيطه لكن تؤدي عمل مهم جدا، حتى نلاحظ بعض اصحاب السيارات يركبوا اضاءات جانبيه حتى تنور لهم الحوض، لكن هنا ما يحتاج. العزل موجود على الحوض باللون الاسود حتى لا تتجرح السياره اذا كان عندك حموله قاسيه سواء كان حديد او شيء يجرح في الحوض. باقي لنا شيء بسيط جدا اللي هي الديكورات هذه الجانبيه. انا بالنسبه لي اشوفها جميله ليش لما بعض الاحيان يكون عندك اشياء مرتفعه واقفه وتبغى تربطها فيكون عندك اول شيء هذه الديكورات تقدر انك تربط فيها وتعطي منظر جميل مع اللون الاسود واخيرا الهواء اللي موجود هو زعنفه القرش فوق سقف السياره نتكلم عن المحرك القوه والاداء في الكينج كونج وبالنسبه للمحرك الخاص بالكينج كونج، نتكلم على محركين، الاول ديزل والثاني بنزين. اما بالنسبه للديزل ارقامه اربعه سلندر تيربو 2000 سي سي او 2.0. الديزل يولد 160 حصان و400 نيوتن متر، اما البنزين فيولد 187 حصان و360 نيوتن متر. طبعا المحركين فيها تيربو والمحركين مرتبط بناقل حركه غير عادي الى الان، الى وقت تصوير هذا الفيديو، من ست سرعات. هل في احتمال تجيبوا غير اوتوماتيك ولا لا؟ احتمال كبير ولكن هذا الشيء بناء على طلب السوق. لو ركزنا على العوازل اللي موجوده في السياره فنلاحظ انه شركه جريت وول موتورز اهتموا جدا بالعوازل حتى لا يكون صوت الديزل مرتفع بالاضافه الى عزل الحراره الخاص بالتيربو بالمكونات اللي موجوده داخل الكبوت. بالنسبه للداخليه تعالوا معنا نشوفها. يلا. داخليه الكينج كونج داخليه جميله جدا. لكن ما تكلفوا فيها كثير، ليش؟ أول شيء ليش جميلة جدا؟ لأنه نلاحظ إنه الجلد يغطي السيارة كاملة، وعندنا المقعد الخاص بالراكب تتحرك إلكتروني، ونلاحظ عندنا هنا الديكورات الجميلة جدا في السيارة، سواء كان الكروم المطفي أو كان التحكم بالشبابيك أو بزر الطي حق المرايات. لو جلسنا على مقعد السيارة المقعد نفسه أساسا مريح، يعني ما تحس إنك أنت جالس بنيت. هذا الشيء الاول الشيء الثاني الطاره نفسها بالجلد ومطرز باللون الابيض عاطيها منظر جميل جدا التحكم في الميديا موجود بالجانب الايسر والتحكم بخصائص الخاصه بالشاشه موجوده في الجانب الايمن وهذا البوري ونلاحظ انه عندنا ديكورات جميله بسيطه على الطاره بالكروم المطفي شاشتين كل واحده 10.25 يعني 10.25 كبيره جدا تقدر انك انت تستعرض فيها الحاجة تبغاها لو لاحظنا أيضا الديكورات الخاصة بالتكييف ديكورات جميلة والديكور اللي موجود هنا ديكور من الجلد وليس من البلاستيك وحتى لو ضغطت عليه ما تسمع صوت كرت كرت في مثل ما هو موجود في بعض الشركات طيب نبدأ معاكم أو قد بدأنا لكن في شيء ملاحظ على السيارة حتى تكون هي مرتفعة في السعر السيارة ما فيها دخول ذكي والتشغيل بمفتاح تدعس كلتش لانها قرع عادي وتشغل الان السياره شغاله وهذا الصوت اللي يظهر لكم من صوت المحرك طبعا الشابيك انا عندي مفتوح الان الا هذا فما ادري كيف صوت المحرك طالع عندكم نتكلم اول شيء من فوق الى تحت فنلاحظ انه عندنا الشماسه ما فيها مرايه وما تنسحب على الجانب الايمن الاضاءات اللي في النص اضاءات هالوجينيه ونلاحظ أن عندنا مكان لحفظ النظارة أو الوضع النظارة المراية الوسطية فيها تعتيم وزي ما قلنا على الشاشة فهي 10.2 تدعم الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو التكييف عندنا تكييف إلكتروني وموجود فيه الدبل زر الدبل الخفيف وزر الدبل الثقيل بالإضافة إلى تحويل ودفع خلفي وموجود عندنا أيضا الزر الخاص بالكاميرات والكاميرات الأربعة كاميرات عالية الدقة جداً ولو جينا نتكلم على الإضاءة حق الحوض فهذا هو الزر الخاص فيها عندنا هنا مساحة تخزين موجودة وعندنا مخرجين الولاعة أو زي ما يقولوا مخرج 12 فولت وموجود عندنا السلك أو المخرج حق الأبل كار بلاي ومخرج شحن الجير 6 سرعات زائد الريوس وعندنا موجود البريك إلكتروني وأيضا فيها خاصية الأوتو هولد وعندنا ديكورات بسيطة والكاب هولدر الشيء الجميل أنك أنت تقدر انك تطلع هذه البلاستيك بحيث انك تغير من تشكيله الكب هولدر، تبغاها كبيره، تبغاها صغيره، كله شغال في الكينج كونج. لاحظ انه عندنا التكايه هذه مساحتها تعتبر طيبه، ما هي لا كبيره ولا صغيره، والشيء اللي كنت اتمناه انه يكون في مخرج للمكيف حتى تبرد اذا كان معك قاروره مويه او شيء فيبرد عليها. في اشياء جميله ايضا في السياره انه حطوا لك لمسات من الباور. فنلاحظ اول شيء الراحه ونلاحظ ايضا المتانه في السياره وفي كلمه او شعار الباور موجود هنا وهذا الدرج والايرباجات موجوده اماميه عدد السماعات او النظام الترفيهي سته سماعات طيب ايش في عندنا كمان في الاماميه وفي المقدمه ما تقريبا غطيناها كامله خلينا نشوف الخلفيه يلا اما بالنسبه للخلفيه فايضا نفس وسائل الراحه اللي موجوده في الامام موجوده في الخلف ونلاحظ انه عندنا نفس الديكورات ايضا الموجوده في الامام موجوده في الخلف فنتكلم اول شيء على ميزه ميزه جميله جدا اللي هي هذه الشناكر الموجوده في المقاعد حتى تحط عليها اكياس او تثبت عليها اي شيء حاب انك انت تثبت وتخاف انه يتحرك يتحمل الى 4 كيلو عندنا عنا ايضا المساحات التخزينيه موجوده في المقاعد والمساحات التخزينيه اللي موجوده في الابواب مع اثنين كب هولدر موجود في الابواب فمجموع الكب هولدر في الابواب اربعه والمساحة التخزينية الوسطية اللي موجودة في الديكور الأمامي يا ريت كان فتحة التكييف قسموها نصين ولكن موجود عندنا على الأقل تكييف خلفي وعندنا مخرج شحن في هذه المقعدة طيب نتكلم أيضا على إيش في تحت المقاعد هذه فنلاحظ أنه عندنا العدة مع المثلث التنبيهي موجود في المقعدة تحت المقعدة هذه كيف تنفتح من هنا في زي الحبل تسحبه ترفع وعندك هنا المثبت اللي عشان لا تنزل المقعدة تقدر انك تحطه في سنادة الراس هذه العدة وهذا المثلث التنبيهي وعندك مساحة تخزينية بسيطة جدا يمكن انك تقدر تستفيد منها اما بالنسبة للظهر ايش في وراء موجود وراء اللي هو مكان العفريتة او الرافعة وهذا هو مكانها وايضا تقدر انك تخزن اشياء بسيطه في هذا الجانب الاضاءات اللي موجوده في الإضاءات ال LED في السياره فقط حطوها في الجانب الخلفي بعد ما خلصنا شرح السياره الان التجربه العمليه للكين كونج في البر يلا انتهت تغطيتنا للكينج كونج واثبت انه فعلا كينج كونج هذه السيارة اللي وكلاها في السعودية شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة وكلاها فال وتانك وغريت وول أثبت ما شاء الله تبارك الله القوة والأداء في عز الحر وأنا تعمدت أني أصور الآن الساعة واحدة الظهر حتى أشوف هل حنعاني مشاكل حرارة؟ هل حنعاني مشاكل لاك تيربو أو أشياء زي كده؟ أبداً ما عانينا الأمور هذه السيارة هذه تبدأ أسعارها من 68400 ألف ريال تقريبا بدون الضريبة وفيها منها بنزين وديزل دفع رباعي ودفع خلفي وإلى الآن الجير جير عادي هل في احتمال يجيب جير اوتوماتيك إن شاء الله السيارة ضمانها ثلاث سنوات أو مئة ألف كيلو متر أيهما أسبق نستودعكم الله يا مال الكريم